مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير هيدا الكيك. بدنا نعمل كيك باقل من 10 دقائق بهيدا الشكل الحلو والرائع. قبل ما نبلش بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشتركين المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي كمان. بسم الله بدنا نعمل مع بعض هيدا الكيك الروعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا أول شي ظرفين جيلي على فراولة فريز و 600 ملي مي مغلي. الجيلي بنمشي على الطريقة المكتوبة على الظرف. بحط الجيلي فوق المي المغلي. حركن منيح ليدوب معنا الجلي. نصيحة كمان، بتجيبوا الجلي النباتي ما تجيبوا الحيواني، عشان النباتي بيجمد أسرع، ما بياخد وقت كتير ليجمد. حرك منيح ليدوب عند الجلي، بتأكد من الجلي انه داب. بس داب الجلي هلا بدنا نحطهم بالقالب مع بعض. عندي هون قالب، حطينا زيت، بدهن القالب بالزيت النباتي، عشان بس بدي اشيل الجلي الحلو من قلب القالب ما يلزق. هلا بحط الجلي. بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. كل ما حطيتهم كل ما أفضل. بعد ما تأكدت إنه الجلي جمد، هلا عنا هوني كوب كبير أو كوبين ونص من أكواب المقاس، وعنا 3 معالق طعام كاستر وملعتين طعام سكر. بحطهم كلهم فوق الحليب. بحركهم شوي. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز. حلو، كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير هيدي. يعني اذا منها نحضرها انه حضرنا الجلي بسرعة بيتحضر، والكستر هيدا بسرعة بيتحضر، ما بتاخد اكتر من 10 دقايق، بتاخد حوالي 7 دقايق هيدي الحلو، وكتير عن جد طيبة. بلش يشتد معنا الكستر. هلا بحرك تحريك مستمر. بصر عندي الكستر بهيدا القوام. هلا بطفي الغاز. بعد ما برد الكستر شي خفيف، تركتهم حوالي 5 دقايق. هلا ما
بدنا نكفي الطريقة مع بعض. حط الكاستر فوق الجلي، مدن هيك على الخفيف عشان كمان هيدا يبردو. قد ما فيني بوزعن انا وعمدن عشان ما يدوب معنا الجلي. شفتوا كيف بهيدي الطريقة؟ رح استعمل السباتشيلا هلا شفتوا كيف مديتن وزعتن قد ما فيني عشان ما يدوب معنا الجلي. هنحاول قد ما فينا نوزعن. هلا مدن نفس المستوى تقريبا، كمان عندي هوني بسكوت الليدي فينجر، حط هوني كسرهم بهيدا الشكل على النص تقريبا وبصفهم بهيدي الطريقة، بغرقهم شوي بالكاستر. طريقة هيدا الحلو عن جد كتير روعة وسهلة، ما بتاخد وقت بالتحضير، بس مثل ما قلت لكم انه بدنا نحطها شوي بالبراد، بتاخد وقت بحطتها بالبراد، بس تحضيرها كتير كتير سهل. بعد ما حطينا البسكوت هلا بحطها بالبراد حوالي نص ساعة. بسم الله. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد وجمدت منيح، هلا بدنا نشيلها من القالب. بسم الله الرحمن الرحيم، بعملها بهيدي الطريقة. هلا الطبة بقلب الصحن. بسم الله، حاول قد ما فيني امهل. واو، هيدا شكله النهائي، هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو وشير للفيديو والاشتراك بالصفحة للمشاهدين الجدد، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.